مروة سيدة عظيمة، واقفة قوية جدا، ودي السيدة المصرية اللي عمرها ما بتتخلى عن جوزها، وخاصة لما بقى في ظرف صعب زي اللي فيه الدكتور محمود. دكتور محمود وهو قاعد في البيت معاك ووجودك معاه في البيت، هو أولا يعني أصعب حاجة، اللي صعب على محمود صعب عليا، يعني مش المسؤولية ومش الضغط مش كل الحاجات دي، لكن إن أنا شايفاه قدامي بيتحطم نفسيا، أنا شايفة قعدة محمود بتحطمه نفسيا، بتدمره كل يوم، حد واحد قاعد في الضلمة ليل ونهار ما بيعملش أي حاجة غير إن هو يعني مش يعني فراغ فراغ كامل، كوابيس، أحلام كذا، خوف، يأس تدريجي، لا ف سبب ايه كل ده؟ يعني لما كتب وقال ان انا بفكر انتحر، يعني عمليه دكتور كده، ايه اللي وصله لده؟ حضرتك محمود قبلها 3 4 ايام ما كانش بيخرج من الاوضه، مش بيخرج مش من الاوضه، من السرير، ما بيقومش من السرير 3 4 ايام قاعد في السرير، لا وقبلها برضو بفتره قاعد في السرير ما بيتحركش، يعني حتى مثلا ما بيطلعش يقعد يشوف تلفزيون، ما بيطلعش، ما هو ما فيش اي يسمع أي حاجه، حاجة، ما فيش، ما فيش اي حاجه خالص، قاعد في قاعد في السرير. السرير 3 4 ايام كاملين. في الثلاث اربع ايام دول انت بتتحركي تعملي حاجه مثلا في البيت، تعملي كذا، نعم. وهو زي ما هو، تعالى يا محمود مثلا كل ممكن يجي ياكل ويقوم يدخل تاني الاوضه تاني في السرير زي ما هو. طيب مثلا ممكن اصحى الساعه 3 بالليل او الساعه 2 بالليل الاقي محمود صاحي، طب الساعه 2 3 لحد الصبح ده المفروض يبقى صاحي بيعمل ايه؟ يعني من 4 5 ساعات مين يستحمل يقعد مع نفسه بيفكر، ما بيعملش اي حاجه، ما بيشوفش اي حاجه 4 5 ساعات؟ يعني يعني صعب. لا ده غير بقى ان احنا قبل كده كنا، يعني احنا قبل كده كنا مثلا ساكنين مع اهلنا، يعني قبل كده كنا مع بابا ومع مامتي، يعني في وسط اهلنا كنا غير ان المكان طبعا هو كان عارفه، يعني في الاول كان المكان سواء كنا عند عارف بابا يتحرك هنا، عارف أوضة يتحرك هنا هنا يتحرك في هنا، الشقة لكن الجديدة الشقة الجديدة يعني الوضع في البداية صعب، صعب، مكان ما عندوش تخيل ليه خالص، في وسط مش برضو عارف. المجتمع نفسه المحيط بينا احنا ما نعرفش لسه اي حد من جيراننا، ما نعرفش حد من الناس. ف دي الشقة السيادة الرئيس اداها للدكتور محمود، نعم، مش عارف اتحرك فيها، يعني بيتوه جوه مش الشقة، عارف تفاصيل مش الشقة. عارف تفاصيلها، مش عارف المكان، فبيتوه جوه، وطبعا احنا ما عندناش خبرة، يعني لا انا ولا هو كان في محيطنا مثلا حد بالشكل ده، فاحنا عارفين نتعامل ازاي، ده غير ان انا هو لوحدنا، يعني مثلا احنا لو عايزين نخلص ورق، لو عايزين نخلص حاجة انا ومحمود لوحدنا، انا مثلا هسيب يحيى وهسيب محمود وهطلع اجري اخلص ورق، فلا الوضع صعب. ده غير ان انا كمان اصلا في العادي وفي المعتاد وقبل الحادثه دي انا كنت ببقى معتمده على محمود في كل حاجه، يعني ف بقى دلوقتي العكس، حضرتك بقى اللي دلوقتي بتقوم بكل العكس. حاجه، نعم. وطبعا ده اساسا يعني ده كمان حاجه من الحاجات اللي تعبه نفسيه محمود، هو لما بيشوف مراته وهي نازله الشارع مثلا، هي تخلص كذا او كذا وهو قاعد في البيت، وهو عارف ان هي مش عارفه تعمل كذا او مش عارفه تعمل كذا، احنا بالنسبه لنا انك تشتري تنزلي تشتري 2 كيلو خضار من السوق دي مشكله وازمه، يعني انا معايا عيل صغير هنزل ازاي واسيب محمود واسيب يحيى عشان تنزلي تشتري 2 ما كيلو خضار؟ بتقدريش تسيبيه، ولا بتسيبيه بسرعه يعني وقت بسيط ممكن قوي. اسيب محمود مثلا واخد يحيى وننزل، بس برضو يعني لا بلاش، انا الموضوع بالنسبه لي ماشي اوكي، انا هو بالنسبه له هو شايفني انا بتحرك بالشكل ده هيبقى عامل ازاي في نفسيته، هو هيبقى حاسس ازاي؟ فلا دكتور عام